طالب العلم حتى يكون علمه رزينا أولا يلتمس العذر للعلماء الكبار، أما من عنده جرأة في الحكم على الأحكام الشرعية وليست له قاعدة متينة في العلم، هذا لو أغلظ عليه القول بحيث يعود إلى رشده علاج، ما هو تشفي وانتقام، لا، يعني يفترض أن العلماء وطلاب العلم أن يكونوا على فهم وإدراك أن المقصود هو بيان الحق للناس حتى لا يضلل الآخرون، حتى لا يصبح الناس في ارتياب وفي ضلال. لكن عالم معروف وعنده علم وحريص ويسفه رأيه وقوله، ولذلك الآن بعضهم يسفه رأيه، شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم مثل ما قال الشاعر: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هؤلاء جبال، من يضرب رأسه في الجبل من المتضرر؟ هو الجبل باقي باقي، هذا لا يستفيد، هؤلاء لا يستفيدون صراحة. يمكن درس له بعض المسائل وبعض الأشياء، ما زلت في جهل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.